يعني عامة لما بنيجي نخلص فيلم وبنبدأ نخش في مرحلة التلوين بتبقى مرحلة شاقة جدا، فبيبقى من أهم الحاجات هو الأسود قد إيه هو في ديتيلز أو لأ، وفي تفاصيل ولا لأ، وعشان كده بتفرق أوي نوع الكاميرا اللي بنستخدمها، إن إحنا نبقى عارفين بالظبط إحنا الأسود اللي في الصورة ده عبارة عن إيه. فلو الأسود بهتان ومفهوش تفاصيل بيبقى عندنا مشكلة شوية في شكل الصورة. يعني إحنا لما بنيجي نلون بنلون على شاشات كويسة، وبنلون يعني انا بنصور في السينما اللي بنتفرج في السينما، فعشان كده لما بيتعرض ساعات بيبهت او بيتوه اللي هو قبل الاسود على طول بتلاقيه ظهر اسود، لان العرض في التلفزيونات او في السينمات لو مش مجهزه كفايه او طريقه العرض فيها مش كويسه، فعشان كده بيبان انه ممكن بيسيح على بعضه شويه. اكتر حاجه تحبط الشخص يعني بعد ما بنشتغل كتير على مرحلة التلوين والصورة، ان احنا لما نيجي نعرض ما بنلاقيش ان الالوان عامة او الاسود بالذات ما بنلاقيهوش بنفس الشكل اللي احنا شفناه واحنا بنلون. في الفيلمين الغامقين اللي هما كانوا زي النهاردة واسماء، كان عندي مشكلة كبيرة جدا في عرضهم طول الوقت، ان الناس حساهم مظلمين، بس هو مش ده الصورة الحقيقية للفيلم. يعني احنا بنلون كنا على طول حريصين جدا على كمية التفاصيل اللي موجودة في الالوان الغامقة وفي الاسود، بس للاسف لما تعدى التلفزيون بيسيح على بعضه، فالناس بتحس ان الفيلم غامق زياده. حلمي ان انا اعرف اشوف الفيلم في البيت اقرب ما يكون لما اشوفه في السينما. بحاول على قد ما اقدر لو هشوف فيلم اضلم المكان ويبقى الصوت محترم وتبقى الصوره محترمه، عشان احتراما لاي حد تعب في فيلم، يعني وخصوصا الواحد عشان عارف قد ايه الواحد بيتعب في الافلام مهما كانت تطلع وحشه في الاخر، بس ازاي الواحد بيتعب في صنعها. فعشان كده بحس ان انا كل ما بحسن شكل الصوره وشكل العرض اللي انا بتفرج عليه حتى لو في البيت، فده بيبقى احترام للناس اللي تعبت في الفيلم ده. اللي انا شفته دلوقتي حالا في OLED TV بتاع LG انه يمكن اكتر حاجه واضحه هي قد ايه الكريستال كلير، التفاصيل واضحه جدا بشكل واضح جدا للعين. انت لو شايفه دقن واحد انت شايفه كل شعرايه وشايفه كل حاجه، وده بيفضحنا احنا ساعات كسينمائيين من كتر ما الصوره فاتحه كل حاجه، يعني الصوره مبينه كل حاجه. الالوان وخصوصا ازاي الاسود موجود فيه انه فعلا اسود تماما، فرقه جدا في الصوره. فكل ما الصوره بتبقى احسن بالشكل ده بحس ان انا لغتي السينمائيه او لغتي البصريه واضحه وكلامي مع مفهوم وحروفي مفهومه. فعشان كده انا كنت سعيد جدا بالصوره، ومن بعد ما شفته بقيت هموت واشوف الافلام اللي انا اخرجتها قبل كده عليه.